التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات تستمر بهذا المسار الرائع والجميل، وانطلاقة سن اللقاية في هذه الفترة المسائية التي خصصت أيضا لهجن أبناء القبائل التي تتنافس بكثرة هذه الأعداد التي توافدت على أرضية هذا الميدان وضمن هذا المهرجان الكبير جائزة زايد الكبرى، حيث تمت انطلاقة الشوط التاسع الخاص بالقعدان المحليات الأصائل. نتابع المقدمة، وفي المركز الأول من يتواجد على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق؟ الزعيم من يحتل الصدارة، لا سيد علي بن مهدي بن مسفر العامر من يأتي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، لدى وجود مشاهدينا الاعزاء هنا متعب من يتواجد في المركز الثاني، لا سيد حمد بن سعيد بن حمد النعيمي. بينما ننتقل الى المركز الثالث، الخوار ياتي في المركز الثالث للسيد مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. من يقدم الخوار في هذه اللحظات؟ خذ المركز الثالث. ننتقل مباشره الى المركز الرابع من الجانب الاخر، ومن يتواجد على رابع المراكز من الجانب الاخر والذي بدا بهذا التدخل السريع نحو المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق؟ وقاد راشد بن طيب بن حمد بن غدير الاكتبي. بينما المركز الخامس ياتي حوادث، لا سيد سعيد بن علي العويسي خذ المركز الخامس والمركز السادس من الجانب الاخر راهي، لا سيد سالم الوهيب الزفن العباري. بينما المركز الثامن تدخل ايضا شاهين، لا سيد سعيد بن خليفه بن ضبيب الشامسي على المركز السابع والمركز الثامن، وصول خطير للقاية هنا وانتقاله جميله مع ايضا ضرغام علي بن خليفه بن رشيد من ياتي على المركز الثامن. بينما المركز التاسع هذا هو شاهين للسيد سالم بن حمد بالدحبه العامري، والمركز العاشر هنا الوصول يتواجد ايضا كفو راشد بن شاهين بن خلفان المزروعي. من يقدم كفو في هذا الانطلاق الرائع والجميل؟ الله، هذه هي العشره الاسماء، هذه المراكز المتقدمه، هذه هي الأسماء المنطلقة مع بداية هذا الشوط وتحدياته الخطيرة التي ينطلق بها هذا الشوط الخاص بالقعدان. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول. هنا الزعيم ما زال قائدا لهذه القعدان بالانطلاق لدى مقدمة هذا الشوط، الزعيم. ولكن شعار بن غدير من الجانب الآخر الذي بدأ بالانتقالة إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول. وقاد غير الى المقدمه، اعلن بالانطلاقه مع الصداره، لا سيد راشد بن طيب بن حمد بن غدير الاكتبي. من ياتي على مقدمه هذا الشوط؟ من ياتي على المركز الاول؟ بينما الزعيم في المركز الثاني، لا سيد علي بن مهدي بن مسفر العامر من يحتل المركز الثاني والمركز الثالث، وصول على المركز الثالث، شاهي خذ المركز الثالث، سعيد بن خليفه بن ضبيب الشامسي. بينما المركز الرابع هذا هو مشاهدينا الاعزاء من تدخل في هذا الانطلاق الرائع والجميل، ضرغام خذ المركز الثالث. مشاهدينا الاعزاء، علي بن خليفه بن رشيد الكتبي المركز الرابع، ياتي الخوار بشعار اليبهوني مطر بن سهيل اليبهوني ليقدم الخوار بهذا الانطلاق الرائع والجميل. والمركز الخامس هنا انطلاقه ايضا شاهين سعيد بن خليفه بن ضبيب الشامسي، والمركز السادس وصول خطير للقايه من الجانب الاخر. مشاهدينا الاعزاء، راهي سالم بن الوهيب الزفنه العباري من يقدم راهي. الله، خلاص اقتربنا من لوحة الكيلو متر الأخير ليبدأ الكل بالانطلاق المدير كما تعودنا في عالم سباقات الهجن. هنا المقدمة والصدارة، هنا المركز الأول والقيادة. من يتواجد على الصدارة؟ وقاد على المركز الأول، وقاد على الصدارة، وقاد ينطلق. الله الكيلو متر الأخير بدأ العد التنازلي لهذه الأمتار. المركز الثاني، تحركت الأسماء، تحرك حشيم سعيد بن خليفه بن رشيد. الله المركز الثالث، مصدع علي بن خليفه بن رشيد السويدي من يعلن بانطلاقه ايضا هذا الاسم مع المركز الثالث. في هذه اللحظات بدات الاسماء بالتدخل، وقاد ما زال مع الصداره، وقاد مع المركز الاول، حشيم قادم، مصدع وقاد حشيم الثلاثيه على مقدمه هذا الشوط، ابناء بن رشيد على مقدمه هذا الشوط، مصدع غير النتيجه، اعلن بالانطلاقه لدى مقدمة
مقدمة هذا الشوط شاهدوا أبناء بن رشيد، ولكن الله 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 هنا القدوم قادم أيضا مع المركز الثالث في هذه اللحظات. برغام برغام علي بخليفة بن رشيد السويدي، أشكرك يا بن رشيد، أسعد الله مساك بانطلاقة هذه الأسماء التي تتوالى على اختطاف الثلاث المراكز الأولى من خلال انطلاقة مصدع وحشيم وبرغام. الله 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 هنا مصدع مصدع مصدع، ثنائية جميلة، ثنائية بن رشيد، أبناء بن رشيد يتنافسون نحو الفوز والانتصار، ولكن الله عاد حشيم، عاد حشيم إلى المقدمة، عاد حشيم إلى المركز الأول، علي بن خليفة بن رشيد من يأتي بانطلاقة حشيم ومصدع مصدع مصدع، حشيم مصدع مصدع صاحب الفوز والانتصار في هذا الانطلاق. المركز الثاني أيضا للسيد علي بن خليفة بن رشيد، والمركز الثالث للسيد علي بن خليفة بن رشيد، والمركز الرابع كان أيضا من نصيب مشاهدينا الأعزاء الكوف للسيد عبد الله بن ناصر بن حمود آل شافي، بينما المركز الخامس هناك أتى مشاهدينا الأعزاء وقاد راشد بن ضعيب بن حمد بن غدير الكتفي، ما شاء الله تحدي وإثارة، انطلاق رائع وجميل للقائمة على الأسماء التي تألقت أيضا في هذا الشوط، وخاصة أيضا مع مصدع وحشيم وضرغام للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد وعلي بن خليفة بن رشيد الذين تنافسوا أيضا من أجل تحقيق الفوز والناموس في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل. هنا لحظات أيضا التحدي والإثارة للانطلاق مع الأمتار الأخيرة لياتي مشاهدينا الأعزاء، هنا مصدع وياتي أيضا حشيم بالتنافس الثنائي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. هذه هي لحظات مشاهدينا الأعزاء المرور إلى خط النهاية والانطلاق مع المقدمة خلال أيضا هذا الشوط الرائع والجميل. مصدع صاحب المركز الأول لسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، توقيت الزمني 7:40 أربعة أجزاء من الثانية، بينما المركز الثاني التحشيم في المركز الثاني لسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، توقيت الزمني 7:40 خمسة أجزاء من الثانية. والمركز الثالث كان من نصيب ضرغام لسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، من احتل ثالثا في هذه المراكز المتقدمة. لحظات أيضا مشاهدينا الأعزاء وصول إلى خط النهاية بتوقيت زمني 7:41 تسعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لك الفائزين.